لكم أكلة بلد قريبة منا جبناها من أرض الحرية مكسيكي تايلاند. هنعمل جلاش بالطريقة الإيطالية اللي هي ملفوفة في بعضها. جماعة تلاقينا مشهورين بالمكرونة لكن أصلها الصينيين. هنبدأ نحط الليمون على البيضة. وريني وحش. انت كويس في البيضة عمر. لما تلاقي القشرة بتاعت البسلة فرد. برنامج هشام وعمر في رمضان حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.